معانا الكابتن عمرو الحلو سنتر هاف فريق 94 سبورتنج. كابتن عمرو، شعورك ايه النهارده وانت يعني يعتبر اخر لقاء بينك وبين زمايلك اللي بقالكم مع بعض عمر طويل؟ انا شايف الدموع في عينيك، عايزك تقول لي ايه احساسك دلوقتي؟ والله الحمد لله، يعني الواحد بقاله 16 سنة بيلعب اللعبة من هو صغير، ودول يعني دول اللي وعيت عليهم في الدنيا. أول ناس بتشوفهم كل يوم، بتلعب معاهم ماتشات أوتيلات مع بعض على طول، وهزار وفي المكسب مع بعض على طول، وخسارة كله بيلم في التاني وعادي. طبعا خناقات ما بيننا دي ما خناقات صحاب، ولما بتبقى في مشكلة كل واحد فيهم بتلاقيه موجود، فيعني زي الإخوات بالنسبة لك. ولحظة مؤثرة بقى، آخر ماتش ليك خلاص مش هتلعب تاني. الناس دي اللي هيكمل فريق الأول هيكمل، واللي هيبطل هيبطل، بس التجميع بتاعتنا دي خلاص خلصت ومش هتتعمل تاني يعني. طب كابتن عمرو، عايزك تقول لي المواقف الحلوه قوي اللي قابلتكم في الملاعب، سواء في اسكندريه او خارج اسكندريه، ايه اكتر موقف عجبك قوي وبسطك قوي، واكتر موقف زعلك؟ احلى موقف كان من 3 سنين، لما كنا في فاينل الكاس، فاينل الدوري، بنلعب الزمالك في القاهره في صاله الشرطه، وماتش كان شادد وقوي قوي، وما كناش لسه ولا من بقالنا 15 سنه عمرنا ما خدنا مركز اول. فاخر دقيقه دي كانت احلى دقيقه في حياتي، يعني قاعد مستني وعارف ان انت خلاص بطل دوري لاول مره في حياتك، فكانت احلى لحظه ممكن احسها في حياتي كلاعب هاندبول يعني. بس واوحش لحظه كانت من 3 4 ايام، ان انت على وشك خلاص، على وشك تتويج بالدوري المره الثانيه في اخر سنه في حياتك، وماتش بيضيع منك في اخر 3 4 دقائق. فكان دي اوحش لحظه ممكن تحسها كلاعب هاندبول، يعني ان انت اخر سنه ليك وعارف ان هي اخر سنه ليك، وبتلعب النادي الاهلي في النادي الاهلي، وممكن تكسب الماتش في ايدك بس وقع منك ظروف لا اراديه، بس الحمد لله يعني. بس كده الحمد لله رب العالمين. كلمه بقى الاخيره لاولياء الامور ولزمايلك. نحب نشكر اولياء الامور كلهم واحد واحد، اب وام، ان هم وقفوا جنبنا، وهم من واحنا صغيرين ما كناش عارفين، كل واحد بيلعب 200 لعبه ومش عارف يختار اي لعبه، والهاندبول كان بالاجبار من وانت عيل صغير. بس الحمد لله دلوقتي احنا نشكرهم، ونشكرهم من قلبنا ان هم عارفين مصلحتنا، وعارفين ان هم ان احنا هنبقى اخوات واكتر من اخوات، وهنشوفهم كل يوم، وهندعي لهم في صلاتنا كلنا ان هم عملوا معانا احلى حاجه ممكن تتعمل، ان هم ممكن يخلونا احنا كلنا كده مع بعض. كلمه للفرقه اخيره. بحبهم قوي يعني، والله احلى ناس ممكن اقابلهم في حياتي، وان شاء الله هنفضل صحاب طول حياتنا، وبحبهم قوي والله العظيم. شكرا كابتن، وبالتوفيق ان شاء الله.